دايما بقول اني محظوظ ان انا كنت قريب منه. انك تفضل رقم واحد رقم واحد رقم واحد دي حاجة تمثال يعني، ورول موديل عالمي. عمرو دياب ده انا لو اتكلمت معاه عليه ممكن اقعد يعني، هو اثر فيا جدا في حياتي، فادني بشكل كبير قوي يعني. انا دايما بقول اني محظوظ ان انا كنت قريب منه، وانا بطلع وانا بحقق احلامي كان هو دايما بيتكلم معايا في حاجات وبيعلمني حاجات، وشخصيته لوحدها في يعني انا بقول انه رول موديل عالمي، مش مصر ولا وطن عربي يعني. الراجل قعد اولموست معرفش من 36 ل 40 سنه رقم واحد، دي مش حاجه انك تقدر تتعامل مع نفسك ومع النجاح ده كله مع الشهرة دي، وانك تقدر تشتغل على نفسك كل شوية، انك تفضل رقم واحد رقم واحد رقم واحد دي حاجة يعني تمثال يعني. بس احنا طبعا سكواش هو كان بيحبه جدا لانه كان بيلعبه عشان يخس ويعمل رياضة وحاجات كده، فكنا بنلعب بقى ماتشات. هو كان الملعب في الحتة اللي هو كان عايش فيها كان تحت الأرض، كنا حتى بنلعب في رمضان تحت الارض وميه بقى فلا مرينا كده بفتره كانت لذيذه قوي.